هاي انا نهلة من technology.tv والنهاردة هنتكلم عن ازاي الغي اي حاجة انا عملتها من خلال فيسبوك اب على موبايل ايفون او اندرويد. بدخل على ابل فيسبوك وافتح البروفايل بتاعي، بعد الصورة وبعض البيانات اللي موجودة هلاقي مربع فيه about وده اللي فيه معلومات شخصية عني، ومربع تاني فيه photos والتالت فيه friends. لو سحبت المربعات دي ناحية الشمال هلاقي activity log، هدوس على activity log وهلاقي كل الاكتيفيتيز اللي انا عملتها. كمان ممكن ادوس على filter واختار عايز ايه بالظبط من الاكتيفيتيز دي، وبكده بقدر اتحكم فيهم من الموبايل بتاعي. دي كانت حلقة جديدة من ازاي، تعلمنا فيها ازاي نلغي اي حاجة من على فيسبوك اب على موبايل ايفون او اندرويد. لو حابين تعرفوا اي حاجة عن التكنولوجيا ادخلوا على موقع technology.tv. خد فكرة.